تشارك شرطة عمان السلطانية في معرض كوميكس 2023 بركن خاص يتضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشرطة للمواطن والتاجر والمستثمر من خلال مجموعة من المنصات، مثلا في الإدارة العامة للجمارك، في الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لتقنية المعلومات، وكذلك أيضا الإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية. تأتي مشاركة الإدارة بركن شرطة عمان السلطانية في نسخة كوميكس لهذه السنة لاستعراض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة. طبعا الخدمة الأولى هي عبارة عن طباعة رخص السياقة وكذلك نقل المركبات التابعة للمؤسسات، بعدما كانت طبعا هذه الخدمة مخصصة للأفراد فقط. كذلك في عندنا اختبار رخص السياقة الذي يخضع له جميع المتقدمين لرخصة سياقة، وكذلك يمكن للجمهور تجربة جهاز محاكاة السياقة.